ينضم إلينا من مدريد عضو لجنة متابعة مكافحة فيروس كورونا في مدريد الدكتور غسان الجعيدي. دكتور غسان، يعني هل الإجراءات غير كافية أم إسبانيا تأخرت في التعامل مع هذا الوباء كي تكون أمام هذه البلاد أيام عصيبة وخطيرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نعم، إحنا تأخرنا كثير في اتخاذ الإجراءات اللازمة يعني لحجز وحصر هذا الفيروس. للأسف تأخرنا حوالي، ورغم أنه كانت عندنا الخبرة الإيطالية، تأخرنا شهر تقريبا على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة. طب لماذا كان هذا التأخير؟ لم يؤخذ الأمر بجدية في البداية؟ هلا المشكلة كانت في إلى عدة عوامل، منها سياسية ومنها كانت من نفس الطقم الطبي ما أعطنا الأهمية الكافية، رغم إنه بلش الفيروس زي ما بنحكي في 31 ديسمبر، بنعرف إنه بلش في الصين وشفنا كيف تمدد بسرعة وشفنا كيف صارت الحالات تنتشر بطريقة فازعة وسريعة ويصير عنده مضاعفات، وكيف احتاجت الصين إنها تأهل غرف عناية مركزة، واضطرت بشهر تقريبا انها تزود المستشفيات والعيادات والطاقم الطبي بالاجهزه الكافيه لمكافحه الفيروس. فكان عندنا الخبره بس ما اتخذناها لا من قبل وزاره الصحه الاسبانيه ولا من قبل الطاقم طب الان الطبي. الان ما هو اخذناها نعم الان ما هو المتوقع بالنسبه لاسبانيا، وماذا عن الجهوزيه الطبيه؟ هلا احنا زي ما بنقول احنا بنحصد اللي زرعناه من اسبوعين بعدم اهتمامنا او بعدم يعني اعطاء الموضوع الاهميه اللازمه. فكل الحالات اللي انعدت من اسبوعين لهلا هي اللي دايره تبلش تبين من عيننا. فلذلك الاسبوع القادم او بنقدر نحكي العشر ايام الجايه ان شاء الله، يعني حتكون 10 ايام كثير كثير صعبه بالنسبه لنا، لانه كل الحالات المخفيه او كل الحالات اللي هلا بلشنا نعملها التستات حتبين عنا، وعدد الاصابات حتعلى كثير. طب هل هناك قدره استيعابيه للمستشفيات؟ احنا هلا تقريبا وصلنا الليمت في المستشفيات وفي وحدات العنايات المركزه، فلذلك الحكومه اللي عملته هلا جديد انها فتحت وحدتين عسكريتين اللي هي زي مستشفيات عسكريه بالاخص في مدريد، نقدر نستوعب فيها حوالي 5000 حالة جديدة، وجهزنا أوتيلين كبار برضو لاستقبال المرضى اللي عندهم عوارض أكثر خفيفة. طيب، ونقدر سؤال طبي هنا، كيف سيتم التعامل مع مرضى الفيروس؟ بمعنى هل ستعطى علاجات أو بروتوكولات علاجات كما حصل في إيطاليا وأيضا كما حصل في الصين، وما يحكى عن علاجات بدأت تتردد في الآونة الأخيرة؟ مظبوط. هلا احنا عندنا بروتوكول من اول ما بفوت المريض الى غرفه الطوارئ وعنده شك، عندنا شك بانه عنده يكون ممكن حاله كورونا. العلاج اختلف يوم بعد يوم، يعني كل يوم تغير الاجراءات وتغير البروتوكول اللي بنتعامل فيه مع المرضى. هلا في ادويه احنا بنستعملها زي الكلوروكين وزي أدوية مضادة لفيروسات أخرى، بنحاول نستعملها كمساعد، بس ما في إثبات، ما في ولا دراسة طبية بتثبت إنه هذه الأدوية بتخفف أو بتسبب فرق بين اللي بنعطيه الدواء واللي ما بنعطيه. فلذلك إحنا بس لازم نعطيها إياه كمساعد مع المضاد للالتهابات، مع مضاد المضادات الحيوية اللازمة في كل حالة. بالنسبه للادويه الجديده احنا بنستنى في ثلاث مستشفيات في مدريد هلا تاهلت كل طاقم البحوث في المستشفى، يعني مخصص بس لهذا الموضوع، وهلا تركيز الدوله كامل على نعم. عذرا للمقاطعه لانتهاء الوقت دكتور غسان، ربما في مناسبه اخرى. شكرا جزيلا لك، عضو لجنه متابعه مكافحه فيروس كورونا في مدريد.